من طهران إلى كابول إلى برلين، مقتل مهسا أميني ما زال يثير حملات تضامن واسعة ويتحول إلى أزمة سياسية تنافس أزمة النووي. اليوم طالبت ألمانيا بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران، وقالت وزيرة الخارجية على تويتر إنها تبذل جهودا لفرض عقوبات على من قالت إنهم يضربون النساء حتى الموت في إيران ويضربون المتظاهرين باسم الدين. موجة الغضب على مقتل مهسا أميني باتت تتسع جغرافيا كل يوم، فاليوم قالت الشرطة النرويجية إن عدة أشخاص حاولوا اقتحام السفارة الإيرانية في أوسلو خلال احتجاج غاضب. أما في كابول فأطلقت حركة طالبان النار في الهواء لتفريق تجمع لنساء نظم أمام السفارة الإيرانية في كابول. أما منتخب كرة القدم الإيراني فيبدو أنه بات يخجل من إظهار العلم، ففي مباراة دولية ارتدى لاعبو المنتخب قميصا أسود لا يظهر علم البلاد، وقال أحد اللاعبين: عار على من يقتل النساء والناس بهذه السهولة وتحيا نساء إيران. هذا وقامت المعتقلة السابقة في السجون الإيرانية البريطانية من أصل إيراني نازانين زكاري قامت بقص شعرها احتجاجا على وفاة مهسا أميني. من أجل مهسا لابنتي جيزا، لأمي، من أجل الخوف من الحبس الانفرادي، من أجل العدالة وإظهار الحقيقة، من أجل نساء بلدي والحرية.